لقطتنا الفنية النهاردة هتكون عن عميد المسرح العربي، الفنان الكبير الراحل يوسف وهبي ومحطات في حياته. يوسف عبد الله هديب وهبي قطب ولد في 17 يوليو عام 1898 بمدينة الفيوم على شاطئ بدر يوسف، فسماه والده عبد الله باشا وهب الذي كان يعمل مفتش ري بالفيوم يوسف تيمنا باسم سيدنا يوسف الصديق. كان ينتمي يوسف لعائلة من أعيان الفيوم ولا زالت أثرها بالمحافظة حتى الآن، ومنها مسجد عبد الله بك أحد أكبر المساجد بالفيوم. بدأ يوسف وهبي تعليمه في كتاب العسيلي بمدينة الفيوم، ثم التحق بالمدرسة السعيدية بالجيزة، ثم بالمدرسة الزراعية بمشتهر. كانت بداية علاقته بالتمثيل عندما شاهد فرقة الفنان اللبناني سليم القرداحي، وبدأ هوايته بإلقاء المونولوجات وأداء التمثيليات بالنادي الأهلي والمدرسة، لكن والده وعائلته أرادت إبعاده عن هذا المجال الذي رأت فيه عار على العائلة، حيث كان ينظر إلى الممثل على إنه شخص لا يعتد به ولا بشهادته أمام المحاكم. لكن الشاب أصر على موقفه والتحق بالعمل في السيرك، حيث عمل مصارع في سيرك الحاج سليمان، وتدرب على يد بطل الشرق في المصارعة إنذاك المصارع عبد الحليم المصري. ومع إصرار يوسف وهبي على موقفه في العمل بالفن طرده والده، فهرب الشاب إلى إيطاليا بإغراء من صديقه القديم محمد كريم، وغير اسمه إلى رمسيس وتتلمذ على يد الممثل الإيطالي كي أنتوني، وعاد إلى مصر سنة 1921 بعد أن وصلوا خبر وفاة والده الباشا، والذي ترك له ولإخوته ثروة كبيرة جداً. بدأ يوسف حياته المسرحية بالتمثيل في فرقتي حسن فايق وعزيز عيد، ثم استخدم الأموال التي ورثها عن والده في تأسيس فرقة رمسيس التي قدمت ما يقرب من 300 مسرحية وقتها، منها كرس الاعتراف ورزبوتين والمائدة الخضراء وبنات الشوارع وأولاد الفقراء وبيومي أفندي وخليفة الصياد وهارون الرشيدي وصلاح الدين الأيوبي. اهتم يوسف وهبي بنوعية جمهور المسرح وتقديم موضوعات هادفة ومناقشة القضايا الجادة مثل الزواج من أجنبيات وأطفال الشوارع ومحاربة الاستعمار والفساد، كما إنه منع التدخين في قاعات العرض، وعود أفراد فرقته على احترام مواعيد رفع الستار والالتزام بالنص وتنفيذ تعليمات المخرج، وهو ما دفع الحكومة المصرية لتكليفه عام 1933 بتشكيل فرقتها المسرحية التي كانت نواة المسرح القومي فيما بعد، كما قام يوسف وهبي بالتأليف والإخراج. وفي عام 1930 وبالتعاون مع محمد كريم أنشأ شركة سينمائية باسم رمسيس، وبدأت أعمالها بفيلم زينب. وفي عام 1932 أنتج أولاد الزواج، وقام بكتابة النص وبطولة الفيلم، ثم كتب فيلم الدفاع سنة 1935 ليخرجه هو بنفسه، بل وقام بتلحين أغاني الفيلم، ثم تولت أفلامه وكون ثنائي ناجح مع الفنانة الراحلة ليلى مراد، وقدم عدد من الأفلام التي حملت اسم ليلى، ومنها ليلى ممطرة، ليلى بنت الريف، ليلى بنت المدارس، وتوالت بطولاته وأفلامه كما شارك في عدد من المسلسلات، واكتشف العديد من عمالقة الفن ومنهم الفنانة الراحلة الكبيرة أمينة رزق، والفنان الراحل محمود المليجي، والفنان الراحل أنور وجدي وفاتن حمامة وفريد شوقي. تزوج الفنان يوسف وهبي 3 مرات، المرة الأولى كانت من الممثلة الإيطالية إلينا لوندا التي تعرف عليها في بداية حياته وأثناء دراسته في إيطاليا، وشجعته على أن يثقل موهبته وعادت معه إلى القاهرة، لكن انفصل بسبب غيرته عليها. والزيجة الثانية كانت من عائشة هانم فهمي ابنة علي باشا فهمي، والتي كانت تكبره في السن وربطتهم علاقة حب طويلة، خاصة بعدما ساعدته عندما أوشك على الإفلاس، فتدخلت لإنقاذ مسرح رمسيس وساعدته على النهوض من جديد، وانفصلت عنه أيضا بسبب الغيرة،
بعد أن رفعت عليه دعوى نفقة وأوقع محاميها الحجز على فرقة رمسيس، وظلت تلاحقه حتى استطاعت أن تشهر إفلاسه. ثم تزوج من صديقتها سعيدة منصور، واستطاع معها أن يستعيد مجده ويكون ثروة جديدة ويبني قصرا كبيرا عاش فيه معها. عانى الفنان يوسف وهبي فترة طويلة بعد أن انتشر خبر مفداه أن ابنة زوجته سعيدة هانم البالغة من العمر 20 عام انتحرت في بيروت من فندق سان جورج الذي كانت تقيم فيه مع يوسف وهبي ووالدتها، وبأن سبب انتحارها أنها كانت على علاقة غير شرعية بزوج أمها يوسف وهبي وأنها كانت حامل منه، فخافت على نفسها من الفضيحة وهربت من هذا العالم إلى عالم آخر. في نهاية فترة الستينات وبداية السبعينات بدأت مرحلة انحصار الأضواء عن الفنان الكبير يوسف وهبي، حيث كان قد تقدم في السن وتجاوز عامه 70، فلم يعد يقوم بأدوار البطولة، لكنه استمر في المشاركة في الأعمال الفنية مع نجوم شارك معهم من قبل مثل الفنانة هند رستم وسعاد حسني وشكري سرحان وفريد شوقي، أو مجموعة من نجوم الجيل الأحدث الذي ظهر في أواخر الستينات وبداية السبعينات مثل الفنانة نجلاء فتحي وميرفت أمين وعزت العليلي وعادل إمام وغيرهم. وبحسب ما نقلت الكاتبة لوتس عبد الكريم في كتابها عن يوسف وهبي، إنها سافرت معه هو وزوجته سعيدة إلى أماكن كثيرة في سويسرا وفرنسا ولبنان وإنجلترا، وذهبت معها لترى يوسف وهبي في حلبات السباق من باب الفضول، فكان لا يمل من لعب القمار والرهان في سباقات الخيل والكلاب، وكانت تراقبه وهو يخسر الجولة بعد الجولة ثم يكسب ثم يخسر إلى أن يخسر كل ما معه ويلعب بأموال زوجته. وفي سنوات عمر يوسف وهبي الأخيرة كان لا يملك شيئا من الثروة الكبيرة التي حققها، فكانت ثروة زوجته هي التي حفظت له مظهره حتى آخر يوم في حياته. ورحل عن عالمنا عميد المسرح العربي الفنان الراحل يوسف وهبي في 17 أكتوبر عام 1982 أثر أزمة قلبية حادة عن عمر ناهز 84 عام، وودعه محبو فنه بعد حياة حافلة بالإبداع وتخليدا للذكرى. تكونت في مسقط رأس الفيوم جمعية تحمل اسمه هي جمعية أصدقاء يوسف وهبي، وأقيم له تمثال أمام مقر هذه الجمعية بحي الجامعة بالفيوم على رأس الشارع الذي يحمل اسمه.